السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو جديد لسوق الجراوي الالكتروني. في البداية واهم حاجة، هنصلي على النبي وعلى عبد الصلاة والسلام، وان شاء الله لو انت بتدور على جار طلبك هيبقى عندي. يلا بينا. بداية كده هنخش على كفر الشيخ، جايلنا الجرو ده عنده 4 شهور وبيتباع ب1000 جنيه بس قبل التفاوض، عشان برضو ايه نسهل الامور. انا شايف جرو كويس في سن مساخة، بس شكله برضو مقبول لسه في الحتة الكويسة. كلب هيطلع ستريت، كلب ورك لاين، شعراية ميديم، ماسك كمامة، كويس مش وحش. لو انت عايز تقتني حاجة فئة الالف وانت نازل، ده كويس بالنسبة لك. ولو هتدربه حراسة فهو لسه بيبي، هتعرف تتعامل معاه من 8 شهور في الحراسة. بلاش تخلي الكلب يتنكش كتير وهو جرو، عشان الكلب ما يبص منك. وزي ما انت شايف هو كلب ستريت، ما فيهوش تفاصيل كتير، ما فيهوش شغل اوفر، كلب عادي بتاع حراسة. يعني الكلاب اللي هي الورك لاين اللي بتصلح للحراسة. الوانه كويسة مش وحشة والله، يعني هي فاتحة بس اكيد لما يكبر لو انت اديته اهتمام وفيتامينات الالوان دي هتقفل شوية. شايف شعرية ميديم زي ما قلت لك، الديل على العرقوب يعتبر، يعني على العرقوب بالظبط، اللي هو بالبلدي كده قبل الارض بحوالي 2 سنتي ولا حاجة. وانا مش بشوف ان الكلاب الورك لاين ان انت لازم تبص على مواصفاته البدنية والتقليب والحاجات دي، الا اللي يشغلك. اللي يشغلك اهم حاجة الوش يبقى مقفول، شكله كشر، شكله وحش، شكله يخوف، ده اهم حاجة عندك في كلب الحراسة. عشان كده بنقول الوانه مقفولة، لونه وشه ماسك غامق، الناس بتحب ده عشان ده. التقليب برضو زي ما قلت لك هو شغال ككلب، يعني انت هتدفع 1000 جنيه يا مؤمن او هتفاصل فيهم وهتنزل، فتمام يعني مظبوط. جايلنا جروايه بيتبول من حلوان بلد الجدعان اللي انت شايفها دي، عندها حوالي 6 شهور حاليا. هي لا دي داخله على الحيطه التانيه، وبيباعها ب2000 جنيه، داخله على الحيطه التانيه، يعني لسه طالعه من ال9 شهور. برضو زغلوليه صغيره، اللون الفون الفاتح ده يعني برضه في منطقة حلوة في اللون. التقليب اكس لارج وهتطلع ممتازة، فلو انت الدم الحامي ده ياكل معاك اعتمد يا باشا. ولو انت عايز تربي دبدوب يأسر القلوب اليك بتلك الخلفة الجولدن، عنده دكر وانتيتين حاليا، عندهم في حدود 40 يوم او 45 يوم، مكانه شبرا مصر، والسعر يعني بيتكلم في 1500 الجرو اظن، يعني مفيش ارخص من كده مفيش احسن من كده. وزي ما انت شايف شوف اهالي والسعر قابل للتفاوض، واللي انت عايزه برضه هتاخده وكله هيتراضى. بص ده الجد وبتاع الجراوي اللي احنا هنشوفها دلوقتي، يعني كويس، لون تقليب حلو حلو. الاسود ده الاب، تمام. طيب ما قاليش السعر ايه. بص يعني في مشكله في البوليهات، وهو صغير بيبان كبرص زي ما انت شايف كده، بس للامانه جرو الصيف مقرف. انا مش عايز اظلم التقليب اقول لك مثلا لا ده مستحيل دول يكونوا الاهالي او ده يكون الاب. النتايه اللي فيها في رقبتها حته بيضه، دي النتايه. بص جرو الصيف وحش، بمعنى وهو صغير طبعا مع ارتفاع درجة الحرارة هو بيخس، حتى لو انت بتأكل هو بيخس. انت بقى لو موفر تبريد شوية وموفر اكل، يعني في ناس بتسيب النتاية تحضن على الجراوي وهي كده كده بيحط الاكل للنتاية والجراوي اتعضعض شوية وخلاص، وكده كده الاعتماد الكلي على الام، ده غلط. عايز تربي جرو حلو قوي، اول حاجه الام تاخد باودر اسمه جروس فورمولا. الجراوي تبتدي معاها زبادي من 14 يوم، سيريلاك،
تدخله برضو مع الزبادي، ايدك معاهم، ايدك معاهم، فلاجيل مرتين في الاسبوع، نظف المعدة، علي المناعة، طالما المعدة نظيفة الجسم كله بيبقى سليم. فعارف انت في شوية تفاصيل كده في الفرخ لما انت بتحطهم يعرف انت بتشغل الشغل، الدنيا بتبقى حلو. لو انت فارغ جراوي بلدي بيطلع شكلها جامد، يعني لو انت فارغ جراوي وحشة قوي وتقلبها قليل قوي، اللي بقولك عليه ده بيطلع لك جرو تقيل وشكله حلو ووزنه محترم، ويعني الموضوع مش هيكلفك كتير ان انت مثلا تشغل المروحة بس ما تجيبهاش هواء مباشر عليهم، او مثلا تعمل تيار هوا بس حواليهم يبقى متحوط، يعني في هوا بيعدي بس مش مباشر عليهم، عشان خلي بالك البارفو والحاجات دي مؤذية. ما تكلمش معايا في سعر، وده دي حاجة يعني هو قابلني في السوق فهو اكيد من عندنا من اسكندرية. ما تكلمش معايا في سعر، بس هي الجرو كويسة، يعني ممكن مثلا نقول ده الاب، ده الاب ذات الدم الحار والشراسة القاتلة. انا شايف الجد بصراحة فيه تقليب اعلى من الاب، او ممكن يكون الاب مش متصور كويس، دي حاجة تانية. احنا هنقول في الجرو ب1500 الدكر، وب1400 مثلا النتاية، والسعرين قابل للتفاوض، يعني ده بما يرضي الله. وشوف برضو انت دي حاجتك. بص للأمانة أنا ما بعتمدش أهالي، مع احترامي يعني، أنا بشوف ما بشوفش. ماشي وريتني الأهالي تمام زي الفل، وريني بقى الجارو. الجارو هو اللي يعني من كتر ما احنا اللي بنشوفه في الغية، ماشي وريني الجارو، عجبني خلاص اشتريت، ما عجبنيش خلاص دي حاجة تانية. بس على فكرة النتاية دي النتاية الجرواية، الجرواية البنت أتقل من الولد، مع إنك لما هتروح هتلاقي الجرواية حجمها أصغر من الولد، بس لو أنت عايز البنوتة هتبقى تقيلة وهتشوف، لأن أنا مجرب في البيتبولات يخدعك الجرو الصغير ده، يكبر تلاقيه هو ده القنبلة اللي كان في الخلفة. في ناس بتنخدع بالجرو الحجم، خصوصا في الكلاب الجلد، بينخدع بالكلب اللي حجمه حلو البيتبول والبولي، ما تاخدش الحجم الكبير، خد اصغر جرو، اصغر جرو حجما، هو اتقل جرو تقليبا، عشان تبقى عارف. الموضوع بيختلف في الجيرمان، بيختلف في الكلاب التانية، بس الكلاب البيتبول بين قوسين الكلاب الجلد اللي هي الحاجات البيتبول والبولي، خلينا نقول البيتبول والبولي، الجرو الصغير ده بيبقى السم بتاع الخلف، واخد اعلى تقليب وعن تجربة يعني. بص بقى دي جراوي كورسو الام بريسا كاناريو. البريسا كاناريو ده يعني هو انا بشوف ان الكورسو جاي شوية او هيئته شوية جاي من البوكسر، والبريسا كاناريو ده جاي شوية من هيئة البيتبول. يعني ما عليك بوجهة نظري، خلينا في المهم. هما قص دكر ونتاية، ومطلوب 6000 جنيه لسرعة البيع. وحوريك صور الأهالي دلوقتي. ده الأب، الأب على فكرة محترم قوي، واللي انت شايفها دلوقتي البريندل دي هي الأم. تواصل معاهم، عمرهم دلوقتي حوالي 44 45 يوم بالكتير، تواصل معايا لو انت عايز تقتني حاجة بالتقليب ده. الناس اللي بتدور على حاجات لعب صغيرة، جريفونات اللي أنا شخصيا بحبهم جدا، الجريفون الفرنساوي ده يا جدعان كلب يعني يدرس، والله العظيم كلب يدرس عن تجربة. الكلب ده كويس قوي ومحترم جدا وغيور جدا على بيته، غيوره على صاحبه، لعوب قوي، يطلعك من أسوأ مود في حياتك هو يعرف يطلعك منه الجريفون، وخصوصا الجريفون الفرنساوي، لانه اوفر اكتيف وفي نفس الوقت زي ما انت شايف كده عسول ودمه خفيف. المكان حته في شبين القناطر اسمها الزهوين تقريبا، الحته ب 700 جنيه، واللي عايز حاجه يتواصل عليه. بس انا برشحه مبدئيا يعني الجرو دي هتطلع حلو. جرو جيرمان مكانه العجمي هانوفيل،
طبعا من الكلاب ذات الالوان الحلوه، عمره صغير حوالي مثلا 6 شهور 5 شهور وشويه كده الرينج ده. الجرو فيه جرافطة في صدره، عشان برضو ايه للأمانة الجرو فيه جرافطة في صدره، لكن هو تقليبه كويس، دي حاجة تعيبه ممكن، انما مش تعيبه للدرجة اللي هي ايه السيئة. لو الكلب عاجبك، دمه وشخصيته عاجبينك، ممكن تتغاضى عن اي حاجة في التقليب. فلو انت عايز هو يعني بيظهر ان الكلب دمه حامي، كلب دمه حامي، روح جربه وشوف كجرو. على فكرة الجرو يعني مش بيقطع، مش بيفرتك، مش بيموت، في جراوي بتعمل كده خلي بالك، بس دي بتبقى حالات اللي هو ايه نادرة شوية. فشوف اختبره، لو هو هيجي معاك وشاف فيه الموهبة اللي انت عايزها نفذ فيه. الجرو ده كويس، اوعى تنخدع، اوعى تنخدع. ده جرو 7 شهور، جرو ماستر 7 شهور، خشانة، دم، معغاوي قديم، معغاوي من بتوع زمان، اللي هو الكلب اللي مش جدع ما يلزمهوش. ف حلو ده في اسكندرية زاوية عبد القادر، انا معرفش صاحبه كمعرفة شخصية، بس لما راجل كبير يبقى ماسك كلب والكلب شغال، انا عارف دماغ الراجل الكبير اللي واقف ماسكه ده ايه، ده غاوي و ما بيجليش، اللي هو عارف انت الكلب يعني كلب جدع، مفيش حاجة اسمها كلب بيهوهو، بس كلب بيتهوش عشان يشتغل. الناس دي بتاخد من تحت ايدهم كلاب تشرفك، لان الناس الكبيرة بالذات لما تاخد كلب من حد كبير سنا في الغية، انت بتاخد كمبيوتر مش بتاخد كلب، لانه بيلاقي الكلب ياما بيتكلم معاه كتير، فالكلب بيبقى فاهم حاجات. يعني الناس اللي قابلت مواقف زي دي، اللي هو حد كبير ومربي كلب، عارفين اللي انا فاهمه. المهم الكلب ده ب 3000 جنيه يا جدعان، يعني برضو مش مسافر في السعر، وفي طعم وشراسة. روح جربه شوف، لو يجي معاك هو كويس. الراجل ده معاه جرو جيرمان عنده حوالي 3 شهور ونص، وذكر هاسكي عنده 1.5 سنة، في طعم خفيفة الكلب الهاسكي. اما بالنسبة للجرو الجيرمان فهو طفل يعني لسه صغير، التقليب ده يتوقف عليك، التدريب يتوقف عليك انت، التقليب انت وعينك انت ودماغك، هو كلب ستريت. بالنسبة للهاسكي انا شايفه ميال شوية للألاسكان ماليموت اكتر من الهاسكي، لان هو في حجم في شعراية. بالنسبة للجرو انا شايفه ما ينفعش يتصور كده، انت مصور صورة لي اللي هي وهو قاعد دي مطلعه حلو، انما في الفيديو انت مبوظه حبتين. لكن مش هنلوم عليك طبعا، انت كتر خيرك ان انت بتجتهد عشان تصور لنا الحاجة وتوريها لنا. الجرو كويس، يستاهل الدفع فيه فلوس، ما قاليش تفاصيله ولا قالي هو منين ولا قالي الاسعار ايه. الجرو الجيرمان انا شايفه سكة 1500 لحد 1800 لو هو كامل تطعيمه، من غير تطعيمات من 1500 وانت نازل، كامل تطعيمات 1800 وانت نازل. لو قال لك 2000 او 2500 هتفاصل طبعا. بس شوفوا هو كويس على فكرة. دي جراية جاية لنا من مدينة الشروق، صاحبها بيتكلم في 2000 جنيه بس، بس جراية كويسة فيها شقاوة حلوة ودم كويس. بص هو بيزولها برجله، بيهوشها بتهوهو بتاعه بتقول، يعني انا شايف انها كويسة، يعني مش شايف تفاصيل كتير، ما شفتش اهالي. طالما ما شفتش اهالي ابقى كداب لو حكمت وقلت لك ان هو جامد مثلا، خصوصا في السن ده. بس السن ده اللي اقدر اقول لك عليه ان هي هتطلع ميديم، وهيطلع ماسك كمامة وتاج خفيف على دماغها، والوانها حلوة يعني لونها هتطلع غامقة، الاحمر بتاعه كويس. فشوف لو انت يلزمك تواصل معاه، هي عندها حوالي 60 يوم دلوقتي. دي بنوتة جروية اللي هي صورتها معانا على الغلاف، عندها 4 شهور كاملة تطعيمات واخدة رخصتها. انا شايفها حلوة.
هي جميلة ما شاء الله، شورت هير. بص، من الدم الحامي ده انا احب الكلب اللي هو بيقول ده. يعني يا ريتك كنت في اسكندرية يا اخي، والله في واحد حبيبي بيدور على نوتي يعني بنفس المواصفات، سنه صغير، اللي هو الحاجات اللي انا مرشحها له، يعني اللي هو ايه، ماشي بالمدرسة بتاعتي، اللي هو بلاش نكبر الموضوع، مدرسة ايه، ماشي بنصايحي المتواضعة، يعني اللي هو ايه، نتاية لسه ما حضرتش، سنها صغير، معدية سن الخطر، فيها دم حامي، شعرتها مش طويلة، يا ميديم يا شورت. فده دي احلى نوتي تفرخها في الجيرمن، باختلاف الالوان بقى، بس برشح لك لو بتدور على نوتي البلاك كوت شرابات او نتاية زي دي كده، الوانها حلوة، الوانها جميلة النتاية دي، حتى لو اتذكر الوانه مش مظبوطة، نتاية شورت زي دي تظبطه، الشورت يظبط لك الوان باشا، يظبط لك الوان حلوة قوي في الجراوي لما بتطلع، اللي هي اللي هتطلع لونج هيطلع الوانها حلو. بص، ده جرو تقريبا، هو ده الجرو شهرين ونص بيتكلم فيه، لا اه ده الجرو شهرين ونص بيتكلم فيه في 600 جنيه، وقابل للتفاوض ما تزعلش، تمام. ومعاه دكر كبير برضو بيتكلم في 1000 جنيه. عارف انت الغاوي لما بيصفي مش بيبص للفلوس ولا بيبص اللي هو ايه، ده الكلب الكبير اللي جنبه ده بيطلعه ب1000 جنيه. ف عارف خصوصا الغاوي اللي هو اللي بيربي من اجل الغيه فقط لا غير، ولا عايز حاجه شكلها حلو، هو بيربي عشان عايز كلب، عايز حاجه، عارف انت، الصحبه الحلوه. وما اظنش ان بيبقى فيه احسن من صحبه الكائن اللي الناس كلها مفتريه عليه ده. اه والله، يعني بدءا من الكلب البلدي لحد اي نوع كلاب الناس بتفتري عليه. بس هي طبعا غية، والغية بصراحة تحكم. بص، الكلب الكبير انا شايف ان هو فيه ماسك كويس، شعرية ميديم، الوانات كويسة شغالة مش وحشة، يعني فيه شوية حاجات حلوة، فيه شوية مواصفات كويسة، وهو بيهوه على الخشبة، يعني الراجل برضو عامل بال1000 جنيه شغل حلوين، شوية شغل حلوين، وفي ديل يعني كويس ب1000 جنيه. انت بتدفع 1000 جنيه تقريبا، واخد قيمة أعلى من السعر. لا ومش بس كده، ده انت هتروح تفاصل في ال1000 جنيه، يعني انت مش هتاخده ب1000 برضه. ف كويس، ده هو عمل نمرة في الفيديو دلوقتي بأكتر من 1000 جنيه. هو على فكرة الكلب مش شعره مش متظبط، بمعنى ان هو لسه في شعراية عن كده كمان، لسه هيظبط ويرص شعراية احلى من كده، خش عليك الشتا ده هيقلب دبدوب. بس انا مش عايز برضو ايه، يعني مش دبدوب بمبالغة، لا شعرته هتبقى احلى من كده وهيبقى اروع من كده بكتير. برضو في ديل فوكسي كويس، كلب زي ده للأمانة يساوي مثلا 1500، 1800 كده يعني. بس هو راجل اللي عرضه ب1000، والكلب برضو زي ما انت شايف بيهاجم وشغال. فلو انت عندك مكان لا قدر الله اتسرق او حاجة زي كده، ده هيأدي معاك الغرض، هيهوهو، هيهاجم، هيشتغل معاك. وبعيدا عن الأسعار بتاعة التجار اللي هي مبالغ فيها، في ناس بتبيع كلب زي ده والله لا يزيد عنه شيء، ونفس المواصفات ونفس الشراسة كده وكل حاجة، وهتلاقيه بيقولك مثلا ب5000 جنيه. ليه يا عم؟ يقولك خش جرب الكلب، فتخش تجرب الكلب تلاقيه شرس، فيقولك خلاص هو ب5، عايزه عايزه مش عايزه في غيرك هيجيله. وبيشتغل معاه شوية، يعني هو ده الأمانة، اللي التاجر بيشتغل مع الكلب شوية حلوين، اللي هو إيه، يأدي أحسن من كده كمان. يعني وأنت داخل تجرب الكلب بتلاقيه بيضرب نار، ممكن تاخده عندك أسبوعين ولا حاجة، إيه، يريح شوية، بس هو بيبيعهولك في أحسن حالات. فده أنا جايبهولك، عارف أنت إيه، جايبهولك بسعر الجملة. بص، أنت طالما جيت في الحتة، وصلت للحتة دي من الفيديو، فأنت تستاهل الهدية دي. جراوي جيرمان، خلفة، خلفة 4 بنات وولدين، 6 جراوي. بص، هو ما اتكلمش في فلوس، ما اتكلمش في اي حاجة، بس الاب قنبلة، الاب جامد قوي، الام
يعني بالنسبة للشو لاين هي تاخد 70% كدم شو لاين، هي 70%. انما الاب كويس، الاب كويس، بس طبعا انت شايفه وهو بيتجوز، ف مش شايفه بقى واقف على نجيلة ومتسرح ومتدلع ومحطوط له زيت وبتاع. الجراوي دي والله والله انا بحلف بالله، في ناس بتخش تشيل الليلة على بعضها وتطلع الجرو بأربعة وبخمسة، احنا بنقول باتنين ونص ويا مسهل مكانه بالقاس، وبنقول باتنين ونص ويا مسهل. هو يطلب فيهم اكتر من كده على فكرة، وما قاليش سعر، انا حاطط السعر من دماغي بس، يعني رجاء مش هقول لك يعني، فضلا بعد اذنك لو انت بتدور حد من حبايبك بيدور على حاجة كويسة خده معاك ياخد جارو من دول. الجراوة دي هتدعي لي بيها والله، جراوة كويسة قوي، طالعة من ذكر حلو وانتاية ممتازة، وصاحبهم راجل بسيط اللي هو مش يعني مفيش هنا نية للتجارة أصلا ولا نية للفرخ، بس هي جت كده، عارف انت اللي هو ايه، انا حسيت بكده بصراحة وهو بيكلمني، يعني اللي هو يعني مفيش، الموضوع مش في دماغه. وجراوي طالعة كويسة طبعا، الجراوي لسه اللي انت شايفه ده عنده حوالي 25 يوم، 30 يوم ماكسيموم، كتير 30 يوم، فلسه الجرو ما بانش، لسه ما ترسمش ولسه ما بانش. اديله يعني دلوقتي انت لو بصيت عليه، هو الجرو في العمر ده هتلاقي كل يوم بيتحول، كل يوم بيحلو، خصوصا مع ام احنا هنا مع ام 6 جرو ما شاء الله، فهتلاقي برضو ايه الشكل حلو. ياخد لك بقى الجرو من ده معلم التاجر، ينزل على البيعة دي كلها كده يخبطها مرة واحدة، ياخد الجرو بقى زي ما بياخده، يسرحه تسريحة حلوة وسيشوار وكاميرا بروفيشنال، وصور وبيع بقى للناس بأربعة وخمسة وبتاع، وانت بتروح تشتري. ممكن النتات عنده واخدة ايفوماكو مش هتخلف، عنده مش عارف ايه، ما عندوش الا الدكر، والدكر ما بيخلفش، بس هو بيبيع على حسه مثلا عشان شكله جامد، ويقول لك ده انتاج فلان والدكر فلان والنتايه علانه، وانت طبعا تروح تشتري عشان انت انسان طيب. مش بقول ان كل التجار بتعمل كده على فكره، بس للاسف الغيه يعني عايز اقول لك في ناس مبوظة الغية والله العظيم، في ناس محترمة قوي في الغية دي، في ناس محترمة جدا فوق ما تتخيل في الغية دي، بس دايما الوحش هو اللي طابب على الوش للأسف، يعني الوحش دايما هو اللي طالع على الوش وهو اللي متشاف، الحلوة أكتر منه بس متداري تحت الوحش. فده في كله بقى، قيس على الكلام ده مش في الغية بتاعتنا بس، في كل حاجة في الدنيا، في الناس، في كل حاجة، كل فئات الناس وكل الدنيا والله كلها فعلا. فأنا شايف جراوة كويسة، وشايف إن صاحبها مش بيبالغ فيها ولا طلب سعر ولا اتكلم في تفاصيل، هو الراجل سلم لنا حاجته كفيديوهات وقال لك باشا شوف انت يطلعوا بكام، وعادي يعني في بيتها، ربنا يؤتي خيرهم طبعا ويكفي شرهم، وان شاء الله يطلعوا كلهم طلعة واحدة ان شاء الله. وانا برشح الجراوي دي جدا، روح بص على الاهالي برضو على الطبيعة هتفهم اللي انا عايز اوصله لك كويس. روح بص، انت طبعا دلوقتي قلت لك انت شايفهم في عمر صغير، فمش هتبقى الصورة في اجمل، وبعدين انت بص راجل بيصور عشوائي اللي هو ايه، اللي نايم واللي بيرضع واللي بيهرش واللي بيستحمى، فاهم انت اللي هو دخل عليهم فجأة كده لو هم قاعدين قال لك اصوره، مش عامل شو بقى وشايل الجرو ومسشوره ومدلعه وعامل اضاءة او واقف في الشمس ولا اي حاجة، ورغم ذلك هم باينين ان هم كويسين وجيناتهم حلوة كده. بص بص مش تخسر حاجة، بص بص بس هما كويسين، واللي هياخد حاجة منهم حرفيا هيدعي لي. يعني في بس نقطة معينة،
لو انت بتدور على جار وده محامي يصلح للحراسة والحاجات دي، ارشح لك الكلاب الشورت. كلاب الشورت، الشورت هير يعني، الشعرية القصيرة، اكتر من الكلاب دي، لان الكلب اللونج هير بيفرهد من الحر، اللي هو هيشتغل معاك شوية وبعد كده ايه، لو انت حد بيزاوله يعني هتلاقيه هو الضغط بتاعه او بيهنج بسرعة، غير الكلب الشورت. فالكلاب دي كويسة اللي هي مش الحراسات الجامدة، اللي هو حراسة على خفيف كده، يجعجع له حبتين، مش مصنع، مش فيلا، لا ده بيت عمارة مثلا، شغال ده يمشي معاك كده، انما مساحات كبيرة وبتاع الكلاب الشرطة هي اللي تكسب في الموضوع ده. دكر جريفون فرنساوي عنده 2 سنين. بص الجرو ده محقق معادلة، الكلب ده قصدي، محقق المعادلة بتاعت الجريفون الفرنساوي بالظبط كما يجب أن يكون، شرس جدا، مش بيجيب ورا خطوة، بيقول لك لا يصلح للمبتدئين. انت متخيل؟ يعني انت متخيل ان كلب جريفون لا يصلح للمبتدئين؟ فده نار. مكانه امبابة سعره 600 جنيه، وانا شايف ان هو يعني يستاهل، لو انت بس لو انت عندك اطفال يتحط في بوكس شوية عشان يتعود عليهم ويبتدي ياكل من ايديهم وبعد كده تطلعه، عشان ما يأذيش طفل ولا ما يأذيش حد، يتحط في بوكس ياكل من ايد الجميع، يتعود على الناس ويبتدي خلاص بقى اللي هو بقى هادي وطبيعي ومفيش مشكلة، تبتدي تطلع. ده بقى كلب جريفون ما قاليش عنده قد ايه، ولا دكر ولا انتايا ولا اي حاجة، بس انا بصراحة للأمانة شدني يعني الشكل ده، الهيئة دي، يعني يا حبذا لو كانت ودنه واقفة، بس هو على وضعه كيوت. صراحة ما شاء الله تحفة. في حاجة عايز اضيفها لك، بس في اي كلب يبقى تحت عينه في الجفن كده احمر، اديله قطرة وظبطه، علشان ما هو كده عنده مشكلة في القناة الدمعية، فهات له قطرة اللي هي بتسلك القناة الدمعية دي، عشان مع المرض بيتوسع ويتفشى وفي الاخر لا قدر الله يعني الكلب بيتعمى، فخلي بالك. طبعا في نهاية الفيديو احنا هنصلي على النبي للمرة التانية وعلى آله الصلاة والسلام. في حاجات رشحتها، حاجات كويسة، عشان في ناس بتطلب بتقول لي انا عايز كلب كذا، مثلا عايز كلب جيرمان، عايز كلب، في حاجات كتير انا مرشحها في الفيديو ده، والحاجات دي فعلا كويسة وتستاهل ان انت تروح تبص عليها. احتجت تعرض عندي اي حاجة على دماغي من فوق، ده رقم الواتس. تمام، معلش ايه، انا بصور الفيديو ده بعد شغل بقى وحاجات كتير كده، فانا مهنك حبتين، فلو سقطت مني اي حاجة انا اسف. رقم الواتس عندك زي ما قلت لك، احتجت اي حاجة تحت امرك، اي استفسار او اي حاجة معاك. التليفون بس دلوقتي الفترة دي عشان ضغط شغل سيزون بالنسبة للشغل بتاعي، فمش برد على تليفونات وبتأخر شوية في الرد على الواتساب، فرجاء يعني ان حضرتك تسامحني لو اتأخرت عليك في شيء، اكيد ده مش في ايدي. صباحك فل وسلام عليكم.